للمتابعة ينضم إلينا من الرباط الكاتب والمحلل السياسي الدكتور ميلود بلقادي. دكتور ميلود، بعد تفاؤل حذر سادة الطاولة المستديرة في جنيف، هل نستطيع القول اليوم بأن هذه الإجراءات من قبل البوليزاريو تهدد أو تشوش على ما تم التوصل إليه في جنيف؟ نعم، وكان لفهم هذه التحركات يجب وضعها في سياقها العام، أولا هناك الانتخابات الجزائرية التي ستجري في الشهر المقبل، ونحن نعرف الوضع السياسي الآن بالجزائر. ثانيا هناك الوضع الخطير داخل مخيمات تندوف والأزمة الخانقة التي يمر بها البوليزاريو، لذلك كان منتظرا من الحركة الانفصالية بوليزاريو أن تقوم بهذه المناورات العسكرية كانتحار سياسي. من الأكيد أنه لن يؤثر على الشيء، فقد حاول قبل هذه التحركات أن يثير ضجة ما حول الرالي موناكو داكار ولكنه فشل، فالآن يتحرك في منطقة عازلة. الأكيد أن المغرب لن يتسامح في أي خرق لهذا القانون، فلذلك راسل المغرب هيئة الأمم المتحدة لتتحمل مراسلة مسؤوليتها المغرب في إلزام لمجلس الأمن، برأيك هل جاءت هذه المراسلة من باب تسجيل موقف أم أن فعلا هناك رغبة هذه المرة باتخاذ موقف حاد وصارم تجاه كل هذه الخروقات؟ المغرب سيدتي، قضية الصحراء المغربية حسمت، فهي قضية وجود بالنسبة للملك، بالنسبة للشعب، وبالنسبة لكل المكونات الشعب المغربي. فالآن الجزائر عبر البروزير تحاول تصدير أزماتهم الداخلية إلى الخارج، والأكيد أن هذه التحركات لن تكون هي الأخيرة، بل كلما اشتد الخناق، كلما اقتربت مفاوضات جنيف، كلما تحركت القيادة بين قوسين البوليزاريو بتخطيط جزائري إما للتحرش بالمغرب أو استفزازه. على كل، المغرب اليوم هو دولة مسؤولة، المغرب دولة تلتزم باتفاقيتها، المغرب الآن واعي سياسيا واقتصاديا وجسياسيا طيب، بالوضع المغرب الإقليمي توعد في الشمال أفريقيا، بالرد على كل هذه وبالتالي توعد بالرد على كل هذه الخروقات من جبهة البوليزاريو. ما هي الأوراق التي بيده اليوم للرد أو للوقوف والتصدي لهذه الخروقات؟ نعم، يجب أن نميز هنا بين الشيئين. الآن المغرب من خلال مراسلته للأمين العام للأمم المتحدة وهيئة الأمم المتحدة ومجلس الأمن طالب من هذه الأطراف أن تطبق القانون وأن تلزم كل الأطراف بالتزام اتفاقية 1991، ولكن إذا ما اقتنع المغرب بأن هذه الهيئات الدولية لا تقوم بواجباتها، لا تفرض احترام القانون والشرع الدولية، فالأكيد أن المغرب لن يبقى مكتوفي الأيدي، بل إنه له كل الصلاحية السياسية والقانونية للرد بقوة عن تحركات ميليشيات البوليزاريو. طيب، ما هو مصير الجولة القادمة إذن من المفاوضات في ظل هذا التوتر الموجود اليوم؟ نعم سيدتي، هذه أعتقد أن المناوشات والتحركات جبهة البوليزاريو هي عابرة في زمن عابر. الآن ستعود الجزائر إلى المفاوضات، والأكيد أن الآن المجتمع الدولي يعني واعي كل الوعي بأن الرد المغربي سيبقى ردا يعني ليس عسكريا ولكن ردا تنمويا، ويكفي ما جاء في التقرير الأمريكي الأخير أن المغرب الآن يستثمر أكثر من 1.8 مليار في الأقاليم الجنوبية المغربية، وأعتقد أفضل رد هو استمرار المغرب في البناء التنموي، في توفير الشغل لأبناء الصحراء المغربية، في ترسيخ حقوق الإنسان، وفي ترسيخ أيضا الديمقراطية المحلية. فأعتقد أن هذا أفضل جواب على البوليزاريو التي تعيش اليوم انتحارا سياسيا وعسكريا بين أحضان النظام الجزائري.
شكرا لك دكتور ميلود بالقاضي الكاتب والمحلل السياسي.